عايز اعرف امل فاروق نشأتي فين وتربيتي فين؟ هو انا البيئه بتاعتي اصلا صعيدي من سوهاج. المجتمع ده والاسره دي خلاكي تمر بتجربه كل بنت تقريبا حوالي 98% من السيدات المصريات مروا بيها وهي فكره ختان الاناث. عمليه الختان تمت في وقت انت كان عندك كام سنه تقريبا؟ اللي فاكراه ان انا كنت في ثالثه ابتدائي، فما كانش حوار اكتر منه ان في حد هيجي وحاجه صغيره هتحصل وما تقلقيش وما تخافيش وما تعيطيش وما تقلقيش خالص، ده بسبب راحه. فقلت ليه؟ قالت لي لا مفيش حاجه، كلنا عملنا ده وحصل لنا ده واحنا صغيرين ومفيش اي مشكله. وحصلت ان هي جابت حد واحده عشان يمسكوني عشان يقدروا يسيطروا عليا، وطول الوقت بتقولي ده بسرعة في ثانية. وحصلت عملية الختان. على فكرة مشهد عمر ما حد ممكن يتصور قد ايه ألمه، انت كأنك بتذبح. يعني المشهد ده لا يمحى، كان مشهد صعب صعب. كان احساسك ايه تجاه والدتك تحديدا والست اللي بتقوم بالختان؟ انا اتضايقت منها جدا على فكرة، اتضايقت منها قوي قوي، وقعدت فترة على فكرة كل ما احس بالألم يعني مش هزعق لها يعني، بس هي فكره ان انت عملتي فيا كده ليه يعني. كانت بترد بتقول ايه؟ يعني انا افتكر ساعتها ان كلنا بتعمل فينا كده وما فيش حاجه وده لازم يحصل، والولد والبنت بيحصل لهم كده. بس انا يعني افتكر ان ده كان برضو وانا كبيره، يعني عملت ده معايا وانا كبيره. يعني حتى لو تيجي تقارن هما بيعملوا ده للولاد وهم صغيرين عشان ما يحسوش. العنف الحقيقي الموجه للمرأة هي من المرأة نفسها، وبيجيش الراجل يقول لها لازم تعملي ده. هي لو طنشت انا اعتبر المسألة نسيت، او قالت له حصل وما حصلش، يعني ايه اللي هيحصل؟ وبعدين على فكرة اللي انا ملاحظاه ان المرأة لا ما بتتناقش مع الراجل في المسألة دي، يعني تاخدش رأيه مثلا في ده على اساس خلاص هو موافق. طب انت عندك فرصة ان انت ما تعمليش ده لبنتك، ليه تعمليه؟ هل والبنات قاعدين مع بعض بيتكلموا عن عملية الختان وأثرها عليهم في حكاوي البنات زي ما بيقولوا؟ بيحصل ده بعد الجواز، يعني لما مثلا يلتقوا المدامات مثلا أو يلتقي مدامات مع أنسات ممكن يبقى المسائل مختلفة شوية، يعني بحيث إن إيه ده ليه تأثيره أو لما لهوش تأثيره، فيبقى الحوار في جزء من المشهد ليه تأثير سلبي. هل حياتك اتأثرت بسبب الختان اللي تعرضتي له؟ يعني مش هقول لك مش قوي، لان الثقافه هنا بتفرق، لان من حواديت تانية بسمعها بيبقى ليه تاثير. زي ايه؟ يعني حواديت ناس بتبقى في ناس بتوصل لحاله برود، فالمسائل الشخصيات نفسها الزوج والزوجه ما بيبقوش على علاقة طيبة من بعض. وده كمان في جزء منه، في ناس بتبقى نجاح العلاقة بينها وبين بعض مربوط فكرة الراجل نفسه، هل الراجل واعي ومثقف فاهم الأنثى، يعني المرأة اللي قدامه إحساسها إيه ومشاعرها إيه، فهل عارف ده ولا شخص تقليدي وعادي والمسائل بالنسبة له علاقة وانتهت الأمر على كده. هل الختان بيكون عنصر مهم في اختيار الزوج لزوجته؟ لا، هو بالنسبة هو ما بيسألش في الأول طبعا، هو ما حدش بيسأل، بس مع واضح إن يعني رجالة مصر كلهم من أقل ثقافة لأكبر ثقافة ما عندهاش مشكلة في الختان، برضو ما عندهاش مشكلة خالص. لو مثلا في واحد متجوز واحدة وعرف من قبيل صدفة إنها لم تختتن، هل ممكن ده يكون عنصر فارق في اختياره ليها كزوجة من عدمه؟ والله أنا شايفة إن ممكن الشباب الجداد ممكن يبقى ده تفكيرهم، بس القديم كله لا، او هيستغرب وهيخاف. في ناس بتخاف. مش خاف من ايه؟ هل باعتقاده ان العمليه دي جزء مهم فيما يعرف بفكره العفه او زي ما يسوق ليها؟ في ناس كده بتسوق ليها ان هي فعلا العفه، وفي بتسوق فيها هل قدراتها مختلفه عن قدراتي ولا يعني بتاخد شكل مختلف. يعني هو ده اللي انا بحس بيه او اللي انا بشوفه قدام عينيا. يعني ايه الاعراض العضويه اللي ممكن يسببها الختان للفتاه او للمراه؟ الختان في المرحلة القديمة قوي كان بيحصل بشكل جذري بشكل بشع. يمكن الستات بعد كده أدركت إن المسألة هي عايزة تعمله أو هي مش هي مترددة تعمله، بس لازم تعمله.
فاللي هيحصل طب انا ايه اخد جزء صغير بلاش جزء كبير يعني، فيبقى في الاحساس موجود. فده طبعا بيختلف من واحده لواحده. مدام امل انت عندك بنت؟ عندي بنوته طبعا. انت هل ممكن حد يقول لك او يقنعك انك تعملي لها ختان؟ ما في يعني ماما مثلا بتهزر، انا جوزي ممكن يهزر معايا، انا بهزر بعتبره هزار طبعا يعني. لا نعمل لها، قلت له لا معلش ده هزار طبعا يعني، وحتى لو هو بشكل جدي يعني عنده، بس انا ده مش هيحصل يعني على جثتي، اللي هو ممكن يحصل لبنتي يعني. انا لو مع اي ام عندها بنات انا بحب اتكلم في الموضوع يعني، يعني بحذر من المساله دي. اما لو يعني لو سمعت الكلام ده اقول لها ده ابعدي خالص من دماغك، ده ما لكيش علاقه بيه، دي عادات قديمه ما تخصناش وما تخصش ديننا.